السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك مجموعة من الأدوات الرائعة تمكنك من الحصول على المميزات التي تأتي مع هاتف آيفون 6S، حيث يمكنك الحصول على ميزة البصمة الثلاثية، كذلك الصور المباشرة، أيضا مجموعة من المميزات الأخرى الرائعة التي تأتي مع هذا الهاتف يمكنك الحصول عليها على هاتف آيفون 4S 5 5C 5S، أيضا 6 و6 بلس بكل سهولة وبدون الحاجة إلى أي شيء، فقط جيل بريك. إذا لم يكن لديك جيل بريك يمكنك متابعة الحلقة التي تطرقت فيها إلى طريقة عمل الجيل بريك فقط بالضغط على الشريط الذي ينبثق الآن أعلى الفيديو، فقط بالضغط عليه يمكنك مشاهدة طريقة عمل جيل بريك، وبعد ذلك الرجوع إلى هذا الفيديو ومشاهدة هذه الأدوات التي سأقوم بطرحها الآن. فلهذا لا تلعب كثيرا وابقى معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. مشاهدي الكريم، في البداية وأول أداة هي أداة 4C. هذه الأداة تمكنك من الحصول على الخيارات فقط بتمرير إصبعك على الأيقونة في الشاشة الرئيسية. فعلى سبيل المثال الكاميرا، عندما تقوم بتمرير إصبعك أو الضغط مطولا تظهر لك مجموعة من الخيارات، منها Take Photo، Take Selfie، Record Video وSlow Motion وغير ذلك من الأعدادات، أيضا على حسب التطبيق App Store، الملاحظات، الرسائل، على حسب كل تطبيق تمرر فقط وتظهر لك الخيارات الخاصة بال 3D Touch مثل في هواتف آيفون 6S. أداة Universal Force والHeptical، هذان الأداتان تابعات لأداة 4C، لا أعرف وظيفتهم بالتفصيل يعني حرفيا، ولكنهم يعطون لي أداة 4C الخصائص الكاملة مثل آيفون 6S، وأنصحك بتحميلهم وإضافتهم إلى السيديا الخاص بك وإلى الهاتف الآيفون الخاص بك حتى تتمكن من الحصول على كل المميزات في أداة 4C. أداة Live Photo Enabler تمكنك من الحصول على الصور المباشرة الحية مثل في هواتف آيفون 6S، عندما تقوم بتصوير صورة في هاتف آيفون 6S وتقوم بالضغط مطولا عليها ستتحرك هذه الصورة، أي عندما قمت بالتقاط الصورة أخذت بعدها يعني حوالي 4 ثواني أو شيء من هذا القبيل، فيمكنك القيام بهذه الخطوة فقط على هاتفك الآيفون إذا لم يكن 6S، فيمكنك تنزيل هذه الأداة. بعد ذلك ستظهر لك في خيارات الكاميرا النقطة بجانب الفلاش وخيار الـ HD، عندما تقوم بتفعيلها وتظهر يعني باللون الأصفر قم بالتقاط الصورة وفورا سيتم تسجيلها باللايف المباشر، وعند الانتقال إلى ألبوم الكاميرا ستقوم بالضغط عليها مطولا، وعلى ذلك يمكنك الاستمتاع بهذه الصور الحية. أداة Swipe Selection، وظيفة هذه الأداة تكمن في عندما تقوم أو تريد تحديد كلمة ما في عبارة ما، سواء كنت على الفيسبوك ماسنجر، في الملاحظات، في الرسائل، في أي تطبيق، في أي كيبورد، في أي مكان تقوم بكتابة رسالة أو أي شيء وقمت بالخطأ أو كتابة حرف خاطئ أو تريد تحديد هذا الجزء من النص، فغالبا ستنتقل إلى الشاشة تضغط عليها مطولا، تسحب المؤشر الأيمن والمؤشر الأيسر ثم تضغط كوبي، بعد ذلك تذهب وتضغط. ولكن بأداة Swipe Selection تستطيع التمرير فقط من خلال الكيبورد، يعني تطبع هكذا وتمرر إصبعك على الكيبورد وينتقل المؤشر في أداة إلى المكان الذي تريده، يعني أداة رائعة وأفضل أداة يعني واجهتني إلى حد الآن في iOS 9 دون أن تعرضك للمشاكل. اسحب إصبعك، أضغط مطول هكذا فقط بالتمرير، هكذا تطبع غلط هكذا تسحب على يمين وترجع بكل سهولة. أداة Speed Intensifier، هذه الأداة تكمن وظيفتها في أن تقوم بتسريع الهاتف. كيف تسريع الهاتف؟ طبعا لا تسريع حقيقي ولكن فقط ظاهري. فكيف يتم هذا التسريع وما وظيفة عمل هذه الأداة؟ تكمن في عندما تقوم بالدخول إلى تطبيق والخروج منه، لا هيك يعني لا تدخل بشكل بطيء، ولكن عندما تدخل يدخل بسرعة، تخرج يخرج بسرعة. أيضا أداة التحميل، عندما تدخل على سبيل المثال في متصفح سفاري مؤشر التحميل هكذا عندما يقوم ب الدوران يعني يدور باستخدام هذا يدور بسرعة، كذلك التحميل في الفيسبوك وغيره من ذلك، عندما يظهر مؤشر في منتصف الشاشة يعني ينتظر التحميل يقوم بالدوران بسرعة، يعني كل شيء يتم تسريعه في الهاتف. طبعا أداة كما قلت لكم ليس حقيقية ولكن نفسية، هي تعطيك ارتياح بأن الهاتف سريع نوعا ما. أخيرا والأداة الأخيرة المميزة والرائعة، فلا يوجد أحد لا يعرف أن هاتف الآيفون عندما يكون موصولا بالشحن
وتقول هاي سيري سيرد عليك، ولكن في هذه الحلقة وفي هذه الأداة سنجعله يرد عليك بدون أن يكون موصولا بالشحن، حيث هكذا تستخدم هاتف آيفون وتقول له هاي سيري يرد عليك، لا حتى وإن كان الشحن 5% غير موصل بالشحن. وهي من هذا يعني وأنت تستعمل هكذا هاي سيري بدون الضغط مطولا على زر الهوم، بدون يعني أي شيء، هكذا تستخدم هاي سيري يرد عليك بكل سهولة وكأنه يجلس بجانبك وكان يستمع إليك فقط باستخدام أداة أنتدر هاي سيري. سوف تجد اسم الأداة وكل الأدوات أسفل الفيديو. طبعا الأداة عندما تقوم بتنصيبها لأول مرة ستنتقل إلى الأعدادات، بعد ذلك ستختار أعدادات سيري عام سيري، بعد ذلك سيظهر لك خيار Enable Hey Siri When Charger، يعني تفعيل Hey Siri عندما يكون شحن. ستدخل إلى هذا الخيار تختار Always أو دائما، يعني ليس فقط في الشحن. بعد ذلك سيطلب منك مجموعة من الاختبارات، حوالي 5 اختبارات. الاختبار الأول قل Hey Siri، قل Hey Siri، قل Hey Siri 3 أو 4 مرات. بعد ذلك قل Hey Siri What Time Is It، قل Hey Siri How Are You، يعني شيء من هذا القبيل. بعد ذلك ستفعل لك الأداة وتستطيع استخدامها هاي سيري بكل سهولة ويرد عليك في اللي في أي لحظة وفي أي مكان. السورسات التي تحتاجها، لأن بعض الأدوات تحتاج إلى سورس، سوف تجده أسفل الفيديو. أسماء الأدوات سوف تجدهم أسفل الفيديو. إذا كان لديك استفسار يمكنك وضعه أسفل الفيديو في تعليق، وفي أول فرصة سأستطيع الرد عليك بإذن الله. غير ذلك يمكنك مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك حتى يستفيدهم أيضا، يعني مستعملي هواتف آيفون وآيباد وآيبود المستخدمين لآيوس 9، كذلك يمكنهم عمل جير بريك والاستمتاع بهذه الأدوات وهذه المميزات الرائعة. غير ذلك لا تبخل علي بالنقر على زر اللايك وكذلك سبسكرايب للتوصل بجديد الحلقة اليومية أو شبه يومية التي تقوم بطرحها على قناة ومجونة العالم الافتراضي، فقط بالضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك. زر سبسكرايب يظهر أن أسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالنقر عليه للتوصل بجديد حلقات شبه يومية كما قلت لك. كذلك لا تنسى الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك Ages Virtual World / Facebook. طبعا كذلك يمكنك زيارة المدونة في hv.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.